مثقفه جدا كامله. وعشان تعمل الروايه دي اعتقد طبعا قرت كتير في تاريخ مصر، كان عندها وجهه نظر معينه عايزه تعمل المسلسل ده عامل ازاي، ايه الستايل بتاع المسلسل. يعني انت لو تفتكر المسلسل التترات بتفتح على مصر زمان، وبعد كده كل حلقه كانت بتقفلها باغنيه ليها علاقه بالفتره الزمنيه دي. يعني السبعينات كانت بتقفلها باغنيه مثلا كانت وقتها في السبعينات، في الستينات نفس الحاجه. فكان في ستايل كده للمسلسل نفسه، غير بس الستايل كمان الفريق العمل النسائي ده انا طبعا كله بيجي على قلبي كده ببقى في منتهى السعاده. نانسي عبد الفتاح ومريم نعوم وكامله ابو ذكري لما بيشتغلوا مع بعض كده بيشوفوا القوه بتاعه الستات. ما هو ده المراه بقت مخيفه بصراحه، خافوا مننا. لا خايفين، خافوا مننا. لا احنا خايفين يعني، ومسلمين.